إن شاء الله برضو هنا حنتحدث عن من أسس التصنيف الجغرافي. هنا التصنيف اللي هو الجغرافي، لو جينا إحنا هنا بالنسبة لموضوع التصنيف الجغرافي برضو هذا مهم جدا، لأنه هنا حنصنف اللي هي الشركات أو المنظمات الكبيرة الحجم حسب المناطق اللي لها أفرع. لو جينا إحنا تحدثنا عن التعريف بيحكي هين موضوع اللي هو تعريف تصنيف اللي هو الجغرافي، تجميع الوثائق التي تتعلق بنشاطات مرتبطة بمكان جغرافي محدد أو جهاز يقع في نطاق جغرافي معين مع بعضها وفصلها عن تلك التي تتعلق بمكان أو جهاز آخر. هنا الآن لو جينا إحنا بالنسبة للتصنيف الجغرافي، يعني احنا بنجمع اللي هي في النشاطات او الوثائق او المعلومات في مكان واحد، وممكن كل منطقة يعني ممكن ايش تحفظ حسب اللي هي المنطقة اللي فيها معلوماتها وثائقها في هذا المكان. الآن بالنسبة يعني هذه الطريقة مناسبة لبعض المؤسسات، يعني اللي هي الحكومية مثل وزارة الخارجية ووزارة الداخلية والبلديات والشركات اللي هي بتمتلك فروعا في مناطق جغرافية متباعدة، وهذا المثال يوضح هذه اللي هي الطريقة. لو جينا احنا قلنا هنا هو حكي لنا انه ادارات التعليم، لو قلنا هنا خلينا نقول مش ادارات التعليم، هي وزارة التربية والتعليم، وهذه تعتبر الوزارة حنشوف لها افرع في جميع اللي هي المناطق. الان وزارة التربية والتعليم العالي تقسم ملفاتها إلى عدة أبواب رئيسية ومدخل لميل للوزارة، مثلا منطقة القدس، منطقة بش الشمالية هنا، الضفة الغربية، منطقة قطاع غزة. لو جينا هذه كلها تعتبر أبواب رئيسية لميل لوزارة التربية والتعليم، بنلاقي بنيجي نحللها لفصول متفرعة من الباب الرئيسي اللي هي وزارة التربية والتعليم، بنحلل إلى فصول بنلاقي في عنا مديرية منطقة غزة، مديرية منطقة مثلا خلينا نقول الضفة الغربية، ومديرية منطقة اللي هي الوسطى، منطقة اللي هو الجنوب. هذه كلها تعتبر ايش؟ فصولا. لما نيجي احنا نحلل الفصل هذا الى مواضيع، بنلاقي مثلا بدنا ناخذ منطقة اللي هي المنطقة الجنوبية، هنا مش المنطقة الشمالية، المنطقة الجنوبية، مديرية المنطقة الجنوبية، بنحلل كل ما اللي هو فيها ايش، فيها موضوع او مواضيع. هنا بنلاقي منطقة خان يونس ومنطقة رفح. لو احنا جينا لمنطقة الضفة الغربية واخذنا منطقة نابلس مثلا، في مديرية منطقة نابلس، مديرية منطقة اللي هي هذه بنحلل اللي هي في الضفة الغربية، بنلاقي في اللي هو منطقة جنين، منطقة نابلس، منطقة وهكذا. هذه كلها تعتبر ايش، تمثل الملفات اللي هي عناوين اللي هي المدن او المناطق الجغرافية اللي هي بتقع فيها الافرع اللي هي مديرية التربية، وزارة التربية والتعليم. هذه اللي هي نقطة كمان مهمة. الآن في عندي اللي هو مميزات وعيوب. مميزاتها يعني ممكن استخراج الملف بشكل سريع من المكان الجغرافي المعروف لوزارة التربية والتعليم، هذا بيقلل خطر اللي هي الخلط اللي هي الملفات الأشخاص الذي تتشابه أسماءهم، لأنه هنا ممكن يكون في تشابه الأسماء، هذا من منطقة غزة، هذا من منطقة خان يونس، وهكذا من هذه هي الأمور. في عندنا كمان اللي هي لا تخلو اللي هي من العيوب، عيوبها لا يمكن استخراج ملف أحد الأشخاص إلا إذا عرفت من اسمه وعنوان هذا الشخص حتى نستخرج هذا الملف بشكل المنطقي. هنا قد يختلط الأمر على الموظفين الذين يقومون بالحفظ فيضعون إيش بعض الملفات في غير مناطقها لجهلهم بالأسماء أو المدن وموقعها. هذه كمان ممكن تواجه اللي هي صعوبة في عملية اللي هي وضع اللي هي الملفات أو استخراج اللي هي الملفات، حيواجه بعض اللي هي الصعوبة من كثر اللي هي تشابه الأسماء في هذه الأمور. التصنيف الاسمي هنا بيحكي هنا لا يصلح التصنيف الموضوعي إلى الجغرافي
لكل الأوراق، وأقرب مثال على ذلك ملفات الموظفين في أقسام شؤون الموظفين بالمؤسسات، أو ملفات العملاء إلى ملفات طلبة المدارس والجامعات إلى ملفات المرضى بالمستشفى. هذا حنشوف كيف هذه الطريقة بالنسبة يعني ممكن بهذه الطريقة تصنيف المراسلات على أساس أسماء الأشخاص إلى العملاء، وحنشوف كيف اللي هو نتعرف على الموضوع اللي هي المراسلات بالنسبة للتصنيف الاسمي. يمكن تعريف التصنيف الاسمي تجميع الوثائق الخاصة بشخص معين أو جهة معينة مع بعضها وفصلها عن الوثائق التي لا تخص هذا الشخص أو الجهة، أو نستطيع اللي هو القول أن تصنيف الوثائق حسب الاسم، سواء كان اسم شخص أو مؤسسة أو منطقة حكومية أو غير حكومية. يعني بالنسبة للتصنيف الاسمي يكون طلب الوثائق المطلوبة أو المعلومات وفقا للأسماء التي تتعلق بها، أو اللي هو الأسماء في جميع اللي هي المنظمات الحكومية أو غير الحكومية، أو تتعامل مع أشخاص مباشرة مثل البنوك وإدارات المرور وإدارات الجوازات والمدارس والمستشفيات. هذه اللي هي أمور، هذا المثال يوضحنا كيف التصنيف حيكون التصنيف الاسمي. التصنيف الاسمي لو احنا رجعنا لهذا المثال الخاص بشؤون الموظفين اللي احنا تحدثنا عنه في السابق، هنلاقي مثلا اجينا اخذنا شؤون الموظفين يعتبر ايش باب رئيسي من اللي هو وزارة التربية والتعليم او اي شركة او منظمة. هنحلل اللي هي شؤون الموظفين، هنلاقي فيها مثلا اللي هي إجازات. الإجازات هذه بدنا نحللها إلى مواضيع بنلاقي فيها مثلا اللي هي التعيينات بنظام العقد، ممكن كمان نحلل إلى مواضيع جزئية أسماء اللي هو أشخاص الموظفين بنظام عقد اللي هو المؤقت. يعني هاي حكي لنا هنا إدارة شؤون الموظفين باب رئيسي من وزارة التربية والتعليم مثلا، التعيينات مثلا او من اي وزاره مش شرط يعني او منظمه او كذا اللي هي، فالتعيينات بنظام عقد اللي هو مؤقت، في عنا مواضيع جزئيه، هذا يسمى بايش؟ بالتصنيف اللي هو الاسمي. وهذه كلها اسماء ملفات الموظفين بنظام عقد اللي هو مؤقت. التصنيف الزمني هين حنشوف اللي هو أهم حاجة في هذا الموضوع بالنسبة للتصنيف الزمني.